تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. إلى الله بكل ما تستطيع بالحجة والبرهان في كل مكان. قال الله، قال رسول الله، وتستعين بعد ذلك بعد الله بكلام أئمة الهدى الذين يستلم بإمامتهم ومنزلة في الإسلام أهل السنة وأهل البدع. خذ هذا، وأنا أوصل الإخوان يروحون في ليبيا ولا يروحون في تركيا ولا في الهند ولا في غيرها، والله أقول قال الله، قال رسول الله، قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه، سواء إفريقيا تقول قال ابن عبد البر، قال مالك، قال كذا، أنزل عقائد فاسدة. لما تأتي بكتاب الله وسنة الرسول فأتي بكلام العلماء يفشي لك، ينقل لك. هذه حكمة، هذه حكمة. لكن لما تأتي بس أنت من أنت بس أنت في الميدان وحدك، ما حد يقبل منك. لابد أن تستأنس بعد كلام الله بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة، وما يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم. وقال البخاري يحترمونه، الصوفية في كل مكان يحترم البخاري، يحترم المسلم، يحترم هذين الكتابين والإمامين، ويحترم أحمد بن حنبل، ويحترم الأوزاعي والسفيان الثوري وإلى فيه روابط بين وبينهم، يعني أماكن التقاء بثلاث الرابط، فيه أماكن التقاء بيننا وبينهم، فلننفذ إليهم من هذه المناشد. هذا من الحكمة يا أخي، هذا من الحكمة. ما تجي تقولهم والله ابن تيمية إمام، لكن ما قال ابن تيمية ليه؟ لأنه ما يبغوا، ما يبغوا. بارك الله، قل ابن تيمية في أصحاب السلفيين الذين يحترمونه، لكن ما تقول قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب مثلا، ينفرون. كل منافر لهم، جيب لهم الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم، لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة أئمة الدعوة. فلا تأتي من هذا الباب، ليس من حكمة، لكن باب قال مالك، قال سفيان الثوري، قال أوزاعي، قال ابن عيينة، قال البخاري، قال مسلم في الجد الفلاني صحيح الفلاني يقبل منه. إذا قبلوا منك احترموا ابن تيمية وعرفوا أنه الحق، واحترموا عبد الوهاب وعرفوا أنه الحق، بارك الله فيك. وهكذا أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ومنها نفس الفجر عشر، ولا تسب الذي يدعو الذلة فيسب الله عدوا بغيره.